لا وجود للتهدئة ووقف إطلاق النار في تعز، فما زالت المدينة ترزح تحت الحصار الذي تستمر الميليشيا في فرضه. اللجنة الموقعة على تنفيذ اتفاق التهدئة ومراقبته أكدت أن الميليشيا لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق التي من ضمنها وقف إطلاق النار ورفع الحصار. طرق مقطعة، نحمل كافة المسؤولية عما سيترتب عليه، لأن الناس لا زالوا الآن ماسكين أعصابهم. لا توصل، إذا وصلنا إلى قناعة أنه دون جدوى والأيام القادمة تحقق شيء، أمرت اللجنة بدون تقديم استقالة. ضمانات المقاومة لا زالت في مواقعها. ومنتظرة السلام. سلام سلام، حرب حرب. وفي الناحية الأخرى من المدينة، تستمر الميليشيا في تجسيد عدم التزامها بالاتفاق بشكل عملي، حيث لا تزال تواصل قصفها على المدينة وقتل المدنيين. فقد استشهد مدني بعد تعرضه للقنص في شارع الأربعين من قبل عناصر الميليشيا المتمركزة بالجهيم شرق المدينة. وكان 3 مدنيين أيضا قد استشهدوا وجرح 7 آخرون مساء الأمس في قصف للميليشيا على أحياء وسط المدينة. إذن هكذا هو الأمر في تعز، الحرب هي الحدث الأبرز فيها، والقتل هو الفعل الحاضر المستمر سريانه، وما دون ذلك من حديث عن هدنة للحرب يظل صخب يسمع عنه سكان المدينة، لكنهم لا يجدون له في حياتهم من أثر.